السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم مقطع جديد، معكم اخوكم مبارك القحطاني. وفي مقطع اليوم راح نحلل التحديث الجديد اللي نزلته نتندو حق ماريو ميكر 2. طبعا نزلوا العرض حق التحديث وقالوا لنا متى راح ينزل التحديث، ففجأة كذا بدون اي مقدمات، بدون حتى نتندو دايركت، جات نتندو نزلت الفيديو بوف. هذا هو التحديث الجديد حق ماريو ميكر 2، وفيه كل الباور ابس وفيه كل الاشياء الاضافية. ف طبعا انا شفته يمكن 10 مرات 20 مرة، لكن ما راح يكون يعني ردة فعل في المقطع هذا، راح يكون تحليل، يعني نشوف الفيديو ونحاول نحلل ايش الاشياء اللي راح تقدمها نتندو في التحديث. فيلا لا نطول في المقدمة، لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا خلونا نبدا. طيب نشوف التحديث. Super Mario Maker 2 game will be releasing the last major update soon. Now, let's go. طيب طبعا نتندو قالت ان هذا اخر تحديث كبير، يعني لاست ميجر ابديت. طبعا ما حددوا ان هل في تحديثات صغيره ولا لا، ممكن يكون في تحديثات صغيره، لكن هذا التحديث لحاله يعني اضاف لعبه كامله داخل لعبه ماريو ميكر. فراح يبدون بالباور ابس اللي هي القوات الجديده. If Mario picks it up, he'll become Super Mario Brothers 2 Mario. Ride on enemies and throw them at will. Big enemies, flying enemies, even chain chomps are fair game. You can even throw snowballs in snow-themed courses. طيب الباور اب الاول او القدره الاولى اللي هي مشروم جديد تاخذه طبعا في ستايل سوبر ماريو بروس الاول، تصير ماريو بروس 2، تصير شخصيتك ماريو بروس 2، يعني تغير من ماريو العادي الى ماريو بروس 2، يتغير الهيت بوكس حق الاعداء، بدل ما تطب على قومبا مثلا ولا تطب على الكوبا والاشياء، تصير توقف عليهم وتمشي عليهم مثل ماريو بروس 2، وتقدر تشيلهم. طبعا طريقه الشيل مش مثل ماريو 3 او ماريو ماريو وورلد، ما يشيلهم على قدام مثل الستايلات، لا يشيلهم على فوق ويرمي من فوق. فما ندري كيف راح تكون طريقة طريقة أو فكرة الحذف حق ماريو، هل راح يكون مثلا، هل نقدر مثلا نسوي شيل جامس، ولا نسوي جومبا جامب مثلا، ولا بيتل جامب. وبرضو أي عدو تشيله يصير ملكك، ما يأذيك، زي مثلا تشينشوم لما تشيل ستومب حقه، الغمد حقه، يصير لما يلمسك ما يضررك، ويهاجم الأعداء الثانيين، يعني يقتل الأعداء الثانيين اللي بالعادة هو ما يقتلهم لما يكون موجود. طبعا في تساؤل ثاني الحين، لما حطوا لينك كتحديث ميجر السابق، حطوا موسيقى لينك مع البوراب، لكن الآن مشغلينهم طبعا موسيقى سوبر ماريو وولد العادية، لكن هل راح يحطون موسيقات ماريو 2 اللي هي هذه؟ طبعا هذه حقة العالم العادي الاول. فطبيعي ان راح تكون موسيقات ماريو 2 موجودة في اللعبة، لازم تكون موجودة في اللعبة لما تاخذ المشروم حق ماريو 2. ايش بعد افكار عندنا في ماريو 2؟ طيب البوراب الثاني طبعا ايه، الثلج. تقدر تاخذ في ستايل الثلج، تاخذ الثلج من الارض، من اي مكان، من العدم. فالاشياء اللي راح تضيفها لنا اللعبه بشكل يعني ما ادري، ما لا يصدق، يعني مراحل الترول كيف راح تكون، مراحل الكايزو كيف راح تكون، ماني مستوعب كميه التنوع اللي ممكن تكون في اللعبه، بالاضافه هذه حقت البوراب. بس الباورب الثاني، The frog suit lets you become Frog Mario. It lets you swim through water with ease and run across its surface. The power balloon. الباورب الثاني اللي هو Frog Mario، اللي راح تلبس ملابس الضفدع حقت ماريو 3، بتخلي مراحل الموية ممتعة، بتخلي لها قيمة مراحل الموية، كيف تسبح في الموية، وبرضه يمشي فوق المويه. انا ما اتذكر اذا كان يمشي فوق المويه في ماريو 3 العادي، البوراب القديم، لكن هذا راح يخليك تمشي فوق المويه. اتوقع
بالبي سبيد بس، لازم تكون بي سبيد مسرع، لان لو نرجع نشوف طول الوقت كان بي سبيد، عشان كذا قدر يمشي فوق المويه. بالبي سبيد اتوقع ان بالبي سبيد يمشي فوق المويه ابطا من كذا ينزل تحت المويه، اتوقع هذا كتحليل يعني. الباور الثاني اللي هو البالون باور بالون في ماريو وولد تخليك تنتفخ وتطير مثل البالون. سوبر اركون اللي هو الماريو هذاك طبعا نيو سوبر ماريو بروسيو اللي يطير. اي نيو سوبر ماريو بروسيو. وبرضو 3 دي وولد حطوا فيها البومرانج. 3 دي وولد غير البومرانج حطوا له خمس بوربات جديدة. خمسة بوربات جديدة، المدفع، البروبيلر، الباو، والقومبا اللي هو يعني تتشكل بأشكال الأعداء، والصاروخ. خلينا نشوفهم. The cannon box lets you fire cannonballs from your face. Charge up for long range shots. Raise your elevation up to 3 times higher than usual. المدفع يطلق طلقات عادية ويطلق طلقات تشحنها. بس طبعا لسه ما ندري قديش قوة الطلقة حقت المدفع. يعني مثلا البيتل او الشلة العادية مثلا خلنا نقول، ولا النار، النار الوردة تقتل مثلا باوزر ب 20 ضربة. البيتل والشلة العادية تقتل باوزر العادي بسبع ضربات. لان الضربة الواحدة بثلاثة. يعني ثلاثة دامج حق الشل. المدفع هذه يبغالنا نشوف قد ايش دامج تعطي، سواء العادية او اللي تشحنها. طبعا زي ما شفنا لما تضرب الكوين الكبيرة طيحها، هل هي تضرب عندها او هي تنفجر عندها؟ ما ندري لحد الحين. انا اعتقد انها اذا انفجرت عندها تصير زي الباو فتطيحها عندها، زي ما شفنا هنا. ما اظن انها ضربتها، اظن انها انفجرت عندها. خلنا نرجع شوية. انفجرت عندها وطاحت، فاعتقد انها تأثير الانفجار هو اللي يطيح الكوين، مش الضربة. بعدين البروبيلر يطير ثلاث مرات وتقدر تنزل تحت زي البروبيلر العادي، وتقدر وين هي؟ لما تنزل تحت تقدر تسوي وول جمب بالبروبيلر، تسوي وول جمب بعدين تطير برضه زيادة في البروبيلر. هذه إضافة حلوة. With the red POW box on your head, you can unleash a POW. It's good for 3 uses. الباو إذا لبسته تفجر الباو ثلاث مرات، يعني كأنك شايل ثلاث باوات. بس ما أشوف إنه مثلا كأنك شايل باو بالضبط، بس إنه تشحن ثلاث مرات. هذا القومبا. Wear a Goomba mask to become one with the Goombas and fool your foes. ما يشوفونك الأعداء. بومبو ما يشوفك. جومباز ما يشوفونك. ثوام ما يشوفك. الصاروخ طبعا أتوقع زي الجمب، عندك مدى معين تطير فيه. وطبعا لك وقت محدد أتوقع، يعني لك خلنا نقول 5 ثواني تطير بعدين تطفى لين ظاهر تطيح. هل تشحنها لما تنزل الأرض ولا خلاص إذا خلصت تطير منك؟ لسه ما ندري. أنا أتوقع إن إذا خلصت تطير منك خلاص ما تنشحن. هنا جابوا كل الكوبالينجز اللي هم الأعداء حقين ماريو. طبعا موجودين في كل السايلات. انا اشوف ان هذول راح يخلون قتال الاعداء مراحل قتال الاعداء ممتعه. المفتاح المسحور او الملعون لما تاخذه يجيك الوجه هذا يضربكم. هنا في اضافه جديده، حتى ما تكلموا عنها. حطوا لو تشوفوا الماوس حطوا خلينا نقول ترامبولين يتحرك بالاون اوف سويتش. اذا كانت اون تصير طافي، اذا صارت اوف تصير ترامبولين تنجز عليها. لكن ضافوا الاون اوف بلوكس اللي ما هي في 3 دي وولد. 3
3 دي وولد فيه الاون اوف بلوك اللي هي بالاشواك احمر وازرق، فلما تطق الاون اوف يصير باشواك او بدون اشواك. هنا ضافوا البلوكات فعلا، لكن حتى ما تكلموا عنها في التحديث، قالوا بس ترامبولين اون اوف، ما قالوا اون اوف بلوك في 3 دي وولد، واللي هو شيء عجيب صراحه. انا بالنسبه لي اضافه الاون اوف بلوك في 3 دي وولد مثل اضافه الترامبولين، يمكن حتى اكثر من اضافه الترامبولين اون اوف ترامبولين. You can even use them like this. Mecha Koopas are one. Mecha Koopa. Mecha Koopa ضافوا Mecha Koopa العادي وضافوا لونين زيادة، لون أحمر يطفي المدافع ولون أزرق يطفي الأشعة. ليزر. تكسر الليزر بيم، تكسر الجدران الخشبية. لكن اتوقع ما تضرب الكوستيم بلوك لان مرت على لا ما مرت على كوستيم بلوك، كوستيم بلوك فوق، فما ندري هل ممكن تضرب الكوستيم بلوك او لا، لان شفناها بس تاثر على الجدران الخشبيه ولا تكسر الجدران المصمته هذه القويه. في الليل تجيها تكون تطير فيها جتس تطير. طبعا هذا ماريو 2، وماريو 2 الهيت بوكس حقه يختلف عن الاعداء، مع الاعداء يصير يوقف عليهم ما ينط عليهم. اتوقع هذا يعني في الوضع الطبيعي اذا كنت ماريو انت ماريو 1 تنقز عليه. طبعا وهو صغير تنقز عليه مره، اتوقع وهو كبير تنقز عليه مرتين اعتقد. انجنز الليزر يكسر الايس ايسكل ايس بلوكس، اوكي الجدار والايس بلوكس. هذا التحديث، هذا الشيء راح يغير فكره الروم هاكس تماما، راح يجيب لك روم هاكس داخل ماريو ميكر. Introducing World Maker. World Maker. A new mode that lets you create your own worlds. Select and place panels to build a route for your courses. Forge a path from the starting point to the castle. Build bridges. Create hills. And change the look of the world in all sorts of ways. Then place the courses you've made along the path. كل الفكرة انك تحط تسوي لك العالم حقك وتحط مراحل بالطريقة اللي انت تبغاها وتحط مراحلك. اي انسان ممكن يقدر يدخل مراحلك ويلعبها بالترتيب اللي يبغاه هو، لكن فكره الورد ميكر انك انت تحط الطريق وتحط المراحل بالترتيب اللي انت تبغاه. يعني انت تسوي لك لعبه داخل لعبه ماريو ميكر، تسوي الماب وتحط المراحل، وتبي تحط مثلا عدو في النهايه تقدر تحط مثلا قلعه ولا عدو في النهايه، وبرضو تقدر تشكل الايقونات حقت المراحل، مرحلة جومبا، مرحلة بيرانا، عرفت؟ هذه بونس جيم، تقدر تحط بونس جيم. بايب يوديك مكان ثاني في العالم. كل الثيمات موجودة، كل الثيمات. In this way you can make your own Super Mario game. A super world of up to 8 worlds. تقدر تسوي 8 عوالم وتحط فيهم 40 مرحلة. لعبة كاملة، لعبة كاملة. لكن السؤال هنا لسه ما ندري، هل المراحل او العوالم راح يكون لها كود؟ يعني اقدر ادخل مثلا خلنا نقول عمر اوشو سوى له لعبه كامله، سوى عالم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، سوى 8 عوالم ولا سوى 5 عوالم ولا سوى له وورلدز معينه، هل يطلع لها كود واحد حق كل الوورلدز ولا كل وورد كود، ولا لازم ادخل على اسمه واختار الكورس او الوورلد اللي ابغاه، ولا تطلع لي عشوائيا؟ لسه ما نعرف الشيء هذا، يبغانا تنزل اللعبه يدنا عشان نعرف نحلل هذا كله وتسميها. يعني تسميها طبعا هم حاطين لك سوبر وولد، وفي النص انت سماها اسمها اللي تبغاها، الي مبارك اوشو عرفت، سماها الاسم اللي تبغاه في النص. Your very own super world in course world. تدخل كورس وولد
سوبر ريزا وورد. طبعا هنا اتوقع هذا بحث عشوائي اتوقع, لكن في ماريو ميكر 2 دي مغيره مسد على شيء سد على ستارت اتوقع. هنا في تضغط واي عشان تشوف العالم حقك وترجع, واكس عشان تسوي ريفرش. لا يكون عشوائي يعني, يكون بس ابحث عشوائي لانه ما في اضافه كود هنا, ما في اضافه كود. في بلاي توجذر وفي بلاي العاديه. That way, you can take all your ideas that couldn't be contained in a single course and share them with people around the globe. ماريو 2 يشيل حتى الغيوم ينزل تحت الغيوم, الباور اب الوحيد اللي يشيل الغيوم. اتوقع سبايك بول, سبايك الكبيره برضو تكسر الغيوم. ما اتذكر شفت شيء ثاني يكسر الغيوم غيرها, اللي هي هذه الغيمات الخفيفه. ماريو يشيلها, ماريو 2. هذه حلوه الفكره صراحه حقت ملتي بلاير, الباوي يكسر كلهم. الهيت بوكس مع ماريو 2 شيء غريب مره عجيب, توقف على الصاروخ حرفيا. يصير معاك التشينشوم, وحتى لما يقتلهم كلهم يعطيك الباور اب او شو اسمه الونب. The third update for Super Mario Maker 2 launches April 22nd. اليوم انا قاعد اصور لكم الحين تاريخ 21/4, التحديث راح ينزل بكره الصباح الساعة 8 الصباح. وانا ان شاء الله باذن الله باذن الواحد الاحد, اذا تيسرت اموري, بكره اللي هو يوم الاربعاء بالليل راح اسوي بث في اليوتيوب طويل جدا جدا جدا, نحلل فيه كل التحديث, نحلل فيه الاضافات اللي موجوده, نحاول نشوف كل الاشياء اللي نفكر فيها في ماريو 2 مثلا كيف ممكن تصير, نصمم لنا مراحل, نشوف الميكانيكس الجديده في اللعبة. فوقت ما تشوف فيديو هذا راح تشوف فيديو ثاني حق موعد حق الموعد البث تلقاه في اليوتيوب, وطبعا تقدر تدخل عليه وتضغط يعني ست ريمايندر او ذكرني لاحقا متى لما يبدا البث, واول ما يبدا البث راح يجيك تنبيه على طول. فاتمنى تشرفوني في البث, ابغى نتجمع كلنا في البث نتفرج على اللعبة مع بعض, تعالوا معي خلونا نلعب, وطبعا نجرب التحديث, نجرب كل الاشياء اللي فتحت الجديده, نشوف كل الباوربات. طبعا انا مره مهتم على ماري برس 2, جدا 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 مهتم الفكره اضافه باورب ماري برس 2, ودي اني اصمم عليه على الاقل مرحله او مرحلتين, ونشوف الميكانيكس الجديده كيف ممكن نقدر نطبقها هناك. الاشياء ما ادري يعني ماريو بروس 2 مثلا, هل يقدر يوقف على الثوامب؟ اكيد بيقدر يوقف على الثوامب. هل يقدر نشيل الثوامب ولا لا؟ لان جابوا لك تشيل قومبا وتشيل مثلا بيت الكبيره, بس ما ادري هل الثوامب ينشال ولا لا, هل الثوامب الكبير ينشال ولا لا, كيف بيطلع شكله كيف لما ينشال. ففي اسئله عندي كثيره طول ما انا يعني اليوم وانا امشي وافكر, في اسئله في بالي مره كثيره وما مداني ادون, انا كلها لاني ما كنت فاضي ادون, فقلت خلاص اجمع كل الاشياء اللي في بالي هذه وندخل في بث مع بعض ونقعد نجربها كلها ونشوفها مع بعض. فادخلوا على الفيديو الثاني اللي حق البث, سووا التذكير, احطوا تذكير, وان شاء الله اول ما ابث يجيكم تذكير, جوني كلكم ان شاء الله في البث ونستمتع في بث طويل جدا ان شاء الله باذن الله اذا يسرها الله, ونقعد نستمتع في التحديث الجديد ونشوف الأشياء الجديدة موجودة في البث, قصدي في التحديث. فبس هذا اللي كان معي اليوم, أتمنى يكون عجبكم المقطع, يعجبكم تنسوني من زر لايك, اشتركوا في القناة مكتب مشتركين, وفعلوا التنبيهات عشان يوصلكم جديد أول بأول, وانشروا المقطع في كل مكان, نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد, سلام.